بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة إذا زلزلت وهي مكية، الصفحة 38 و500. قال الترمذي: حدثنا محمد بن موسى الجويني البصري، حدثنا الحسن بن مسلم العجلي، حدثنا ثابت قال الإمام أحمد، حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا سعيد، حدثنا عياش بن عباس عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. قال له: اقرأ ثلاثا من ذوات الراء. فقال له الرجل: كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني. قال: فاقرأ من ذوات حامين. فقال مثل مقالته الأولى. فقال: اقرأ ثلاثا من المسبحات. فقال مثل مقالته. فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة. فأقرأه: إذا زلزلت الأرض زلزالها. حتى إذا فرغ منها قال الرجل: والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل، أفلح الرويجل. ثم قال: علي به. فجاء فقال له: أمرت بيوم الأضحى، جعله الله عيدا لهذه الأمة. فقال له الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي بها؟ قال: لا، ولكنك تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذاك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي عبد الرحمن المقري به. وقال الترمذي: حدثنا محمد بن موسى الجويني البصري، حدثنا الحسن بن مسلم بن صالح العجلي، حدثنا ثابت البناني عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن. ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن مسلم. وقد رواه البزار عن محمد بن موسى الجويني عن الحسن بن مسلم عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. هذا لفظه. وقال الترمذي أيضا: حدثنا علي بن حجر، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يمان بن المغيرة العنزي، حدثنا عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة. وقال أيضا: حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري، حدثني ابن أبي فديك، أخبرني سلمة بن وردان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا. قال: لا والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتزوج. قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ثلث القرآن. قال: أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن، تزوج. ثم قال: هذا حديث حسن، تفرد بهن ثلاثتهن الترمذي، لم يروهن غيره من أصحاب الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك
لك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال ابن عباس: إذا زلزلت الأرض زلزالها أي تحركت من أسفلها وأخرجت الأرض أثقالها يعني ألقت ما فيها من الموتى، قاله غير واحد من السلف. وهذه كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وكقوله: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاتل فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وقوله عز وجل: وقال الإنسان ما لها، أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها، أي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد أعده لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه، ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين. وحينئذ استنكر الناس أمرها، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وقوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم حدثنا ابن المبارك، وقال الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي واللفظ له: حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي معجم الطبراني من حديث ابن لهيعة: حدثني الحارث بن يزيد سمع ربيعة الحدسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحفظوا من الأرض فإنها أمكم، وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة. وقوله تعالى: لأن ربك أوحى لها، قال البخاري: أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد. وكذا قال ابن عباس: أوحى لها أي أوحى إليها. والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لها. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: يومئذ تحدث أخبارها، قال: قال لها ربها قولي فقالت. وقال مجاهد: أوحى لها أي أمرها. وقال القرظي: أمرها أن تنشق عنهم. وقوله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي يرجعون عن موقف الحساب أشتاتا، أي أنواعا وأصنافا، ما بين شقي وسعيد، مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار. قال ابن جريج: يتصدعون أشتاتا فلا يجتمعون آخر ما عليهم. وقال السدي: أشتاتا فرقا. وقوله تعالى: ليروا أعمالهم، أي ليعملوا ويجازوا بما عملوه في الدنيا من خير وشر. ولهذا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيلها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ورواه مسلم من حديث زيد بن أسلم به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا جرير بن حازم، حدثنا الحسن عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: حسبي، لا أبالي أن لا أسمع غيرها. وهكذا رواه النسائي في التفسير عن إبراهيم بن محمد بن يونس المؤدب عن أبيه عن جرير بن حازم عن الحسن البصري قال: حدثنا صعصعة عم الفرزدق فذكره. وفي صحيح البخاري عن عدي مرفوعة: اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وله أيضا في الصحيح: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. وفي الصحيح أيضا: يا معشر نساء المؤمنات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، يعني ظلفها. وفي الحديث الآخر: رد السائل ولو بظلف محرق. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. تفرد به أحمد. وروي عن عائشة أنها تصدقت بعنبة وقالت: كم فيها من مثقال ذرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر، حدثنا سعيد بن مسلم، سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير، حدثني عوف بن الحارث بن الطفيل أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. ورواه النسائي وابن ماجة من حديث سعيد بن مسلم بن بانك به. وقال ابن جرير: حدثني أبو الخطاب الحساني، حدثنا الهيثم بن الربيع، حدثنا سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: كان أبو بكر يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فرفع أبو بكر يده وقال: يا رسول الله، إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر. فقال: يا أبا بكر، ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر، ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه أبي الخطاب به. ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب قال في كتاب أبي قلابة عن أبي إدريس أن أبا بكر كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ورواه أيضا عن يعقوب عن ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن أبا بكر وذكره. طريق أخرى:
قال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى حين أنزلت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: يبكيني هذه السورة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. حديث آخر. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة المعروف بعلان المصري قال: حدثنا عمرو بن خالد الحراني، حدثنا ابن لهيعة، أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: لما أنزلت: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قلت: يا رسول الله، إني لراء عملي. قال: نعم. قلت: تلك الكبار الكبار. قال: نعم. قلت: الصغار الصغار. قال: نعم. قلت: وثكل أمي. قال: أبشر يا أبا سعيد، فإن الحسنة بعشر أمثالها، يعني إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء، والسيئة بمثلها أو يعفو الله، ولن ينجو أحد منكم بعمله. قلت: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. قال أبو زرعة: لم يروي هذا غير ابن لهيعة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وذلك لما نزلت هذه الآية: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه، فيجيء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ونحو ذلك، فيردونه ويقولون: ما هذا بشيء، إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه. وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير، الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك، يقولون: إنما وعد الله النار على الكبائر، فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه، فإنه يوشك أن يكثر، وحذرهم اليسير من الشر، فإنه يوشك أن يكثر. فنزلت: فمن يعمل مثقال ذرة، يعني وزن أصغر النمل، خيرا يره، يعني في كتابه ويسره ذلك. قال: يكتب لكل بر وفاجر، بكل سيئة سيئة واحدة، وبكل حسنة عشر حسنات. فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضا بكل واحدة عشرة، ويمحو عنه بكل حسنة عشر سيئات. فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاه، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأجدوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. آخر تفسير سورة إذا زلزلت، ولله الحمد والمنة. تفسير سورة العاديات وهي مكية، الصفحة 41 و500. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن
الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله فعدت وضبحت وهو الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو فالموريات قدحا يعني اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار فالمغيرات صبحا يعني الإغارة وقت الصبح كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير صباحا ويستمع الأذان فإن سمع أذانا وإلا أغار وقوله تعالى فأثرن به نقعا يعني غبارا في مكان معترك الخيول فوسطنا به جمعا أي توسطنا ذلك المكان كلهن جمع. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبده عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله والعابيات ضبحا قال الإبل وقال علي هي الإبل وقال ابن عباس هي الخيل فبلغ عليا قول ابن عباس فقال ما كانت لنا خير يوم بدر قال ابن عباس إنما كان ذلك في سرية بعثت. قال ابن أبي حاتم وابن جرير وحدثنا يونس وأخبرنا ابن ون أخبرني أبو صخر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حدثه قال بينما أنا في الحجر جالسا جاءني رجل فسألني عن العاديات ضبحا فقلت له الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فأصنعون طعامه ويورون نارهم فانفتل عني فذهب إلى علي رضي الله عنه وهو عند سقاية زمزم فسأله عن العاديات ضبحا فقال سألت عنها أحدا قبلي قال نعم سألت ابن عباس فقال الخيل حين تغير في سبيل الله قال اذهب فادعه لي فلما وقف على رأسه قال أتفتي الناس بما لا علم لك والله لئن كان أول غزوة في الإسلام بدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد فكيف تكون العاديات ضبحا إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى. قال ابن عباس فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي رضي الله عنه. وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال قال علي إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى المزدلفة فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا النيران. وقال العوفي وغيره عن ابن عباس هي الخيل. وقد قال بقول علي إنها الإبل جماعة منه إبراهيم وعبيد بن عمير. وقال بقول ابن عباس آخرون منه مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والضحاك واختاره ابن جرير. وقال ابن عباس وعطاء ما ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب. وقال ابن جريج عن عطاء سمعت ابن عباس يصف الضبح أحن أحن. وقال أكثر هؤلاء في قوله فالموريات قدحا يعني بحوافرها وقيل وسعرت الحرب بين ركبانهم. قاله قتادة وعن ابن عباس ومجاهد فالموريات قدحا يعني مكر الرجال وقيل هو إيقاظ النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل وقيل المراد بذلك نيران القبائل. وقال من فسرها بالخيل هو إيقاظ النار بالمزدلفة. قال ابن جرير والصواب الأول أنها الخيل حين تقدح بحوافرها. وقوله تعالى فالمغيرات صبحا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة يعني إغارة الخيل صبحا في سبيل الله. وقال من فسرها بالإبل هو الدفع صبحا من المزدلفة إلى منى. وقالوا كلهم في قوله
فأثرن به نقعا، هو المكان الذي حلت فيه أثارت به الغبار إما في حج أو غزو. وقوله تعالى فوسطن به جمعا، قال العوفي عن ابن عباس وعطاء وعكرمة وقتادة والضحاك يعني جمع الكفار من العدو، ويحتمل أن يكون فوسطنا بذلك المكان جميعا، ويكون جمعا منصوبا على الحال المؤكدة. وقد روى أبو بكر البزار هاهنا حديثا غريبا جدا فقال حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حفص بن جميع حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فأشهرت شهرا لا يأتيه منها خبر، فنزلت والعاديات ضبحا ضبحت بأرجلها، فالموريات قدحا قدحت بحوافرها الحجارة فأورت نارا، فالمغيرات صبحا صبحت القوم بغارة فأثرن به نقعا، أثارت بحوافرها التراب فوسطن به جمعا، قال صبحت القوم جميعا. وقوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، هذا هو المقسم عليه، بمعنى أنه لنعم ربه لكفور جحود. قال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو الجوزاء وأبو العالية وأبو الضحى وسعيد بن جبير ومحمد بن قيس والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد الكنود الكفور. قال الحسن الكنود هو الذي يعد المصائب وينسى نعم الله عليه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو كريب حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لربه لكنود، قال الكنود الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده. ورواه ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن الزبير وهو متروك، فهذا إسناد ضعيف. وقد رواه ابن جرير أيضا من حديث حريز بن عثمان عن حمزة بن هانئ عن أبي أمامة موقوفا. وقوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد، قال قتادة وسفيان الثوري وإن الله على ذلك لشهيد، ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان، قاله محمد بن كعب القرظي، فيكون تقديره وإن الإنسان على كونه كنودا لشهيد، أي بلسان حاله، أي ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله، كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وقوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، أي وإنه لحب الخير وهو المال لشديد. وفيه مذهبان، أحدهما أن المعنى وإنه لشديد المحبة للمال، والثاني وإنه لحريص بخيل من محبة المال، وكلاهما صحيح. ثم قال تبارك وتعالى مزهدا في الدنيا ومراغبا في الآخرة ومنبها على ما هو كائن بعد هذه الحال وما يستقبله الإنسان من الأهوال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي أخرج ما فيها من الأموات، وحصل ما في الصدور. قال ابن عباس وغيره يعني أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون، ومجازيهم عليه أوفر الجزاء ولا يظلم مثقال ذرة. آخر تفسير سورة العاديات، ولله الحمد والمنة. من فضلك تابع بقية المادة. تفسير سورة القارعة وهي مكية، الصفحة 42 و500. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟
وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة من أسماء يوم القيامة، كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية وغير ذلك. ثم قال تعالى معظما أمرها ومهولا لشأنها: وما أدراك ما القارعة. ثم فسر ذلك بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه، كأنهم فراش مبثوث، كما قال تعالى في الآية الأخرى: كأنهم جراد منتشر. وقوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني قد صارت كأنها الصوف المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والضحاك والسدي: العهن الصوف. ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين وما يصيرون إليه من الكرامة والإهانة بحسب أعمالهم، فقال: فأما من ثقلت موازينه، أي أرجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية، يعني في الجنة. وأما من خفت موازينه، أي أرجحت سيئاته على حسناته. وقوله تعالى: فأمه هاوية، يعني معناه فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم، وعبر عنه بأمه يعني دماغه. روي نحو هذا عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح وقتادة. قال قتادة: يهوي في النار على رأسه. وكذا قال أبو صالح: يهون في النار على رؤوسهم. وقيل معناه: فأمه التي يرجع إليها ويصير في المعاد إليها هاوية، وهي اسم من أسماء النار. قال ابن جرير: وإنما قيل للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها. وقال ابن زيد: الهاوية النار هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها. وقرأ: ومأواهم النار. قال ابن أبي حاتم: وروي عن قتادة أنه قال: هي النار وهي مأواهم. ولهذا قال تعالى مفسرا للهاوية: وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثور عن معمر عن الأشعث بن عبد الله الأعمى قال: إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين فيقولون: روحوا أخاكم فإنه كان في غم الدنيا. قال: ويسألونه ما فعل فلان فيقول: مات، أو ما جاءكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية. وقد رواه ابن مردويه من طريق أنس بن مالك مرفوعا بأبسط من هذا، وقد أوردناه في كتاب صفة النار: أجارنا الله تعالى منها بمنه وكرمه. وقوله تعالى: نار حامية، أي حارة شديدة الحر قوية اللهب والسعير. قال أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. فقال: إنها فضلت عليها 69 جزءا. ورواه البخاري عن إسماعيل ابن أبي أويس عن مالك، ورواه مسلم عن قتيبة عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد به، وفي بعض ألفاظه: إنها فضلت عليها 69 جزءا،
كلهن مثل حرها. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن محمد بن أبي زياد: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال رجل: إن كانت لكافية. فقال: لقد فضلت عليها 69 جزءا حرا فحرا. ففرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم. وروى الإمام أحمد أيضا: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر عن يحيى بن جعدة: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وهذا على شرط الصحيحين ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقد رواه مسلم في صحيحه من طريق هامش: هنا بياض بالأصل، انتهى. ورواه البزار من حديث عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري: ناركم هذه جزء من 70 جزءا. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز هو ابن محمد الدرعوردي عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه النار جزء من 100 جزء من جهنم. تفرد به أيضا من هذا الوجه وهو على شرط مسلم أيضا. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ لهي أشد سوادا من دخان ناركم هذه 70 ضعفا. وقد رواه أبو مصعب عن مالك ولم يرفعه. وروى الترمذي وابن ماجة عن عباس الدوري عن يحيى بن بكير: حدثنا شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. وقد روى هذا من حديث أنس وعمر بن الخطاب، وجاء في الحديث عند الإمام أحمد من طريق أبي عثمان النهدي عن أنس وأبي نضرة المعبدي عن أبي سعيد وعجلان مولى المشمعي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان يغلي منهما دماغه. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها، وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. وفي الصحيحين: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. آخر تفسير سورة القارعة، ولله الحمد والمنة. تفسير سورة التكاثر، وهي مكية، الصفحة 44 و500. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول تعالى: أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا زكريا بن يحيى الوقاد المصري، حدثني خالد بن عبد الدائم عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألهاكم التكاثر عن الطاعة حتى زرتم المقابر حتى يأتيكم الموت. وقال الحسن البصري: ألهاكم التكاثر في الأموال والأولاد. وفي صحيح البخاري في الرقاق منه وقال: أخبرنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، يعني لو كان لابن آدم واد من ذهب. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن مطرف يعني ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ورواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق شعبة به. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. تفرد به مسلم. وقال البخاري: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنان، الحرص والأمل. أخرجاه في الصحيحين. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة الأحنف ابن قيس واسمه الضحاك أنه رأى في يد رجل درهما فقال: لمن هذا الدرهم؟ فقال الرجل: لي. فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر. ثم أنشد الأحنف متمثلا قول الشاعر: أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة قال صالح بن حبان حدثني عن ابن بريدة في قوله: ألهاكم التكاثر، قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الحارث، تفاخروا وتكاثروا، فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان ابن فلان وفلان، وقال الآخرون: مثل ذلك. تفاخروا بالأحياء، ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان، يشيرون إلى القبور، ومثل فلان، وفعل الآخرون مثل ذلك. فأنزل الله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل. وقال قتادة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كانوا يقولون: نحن أكثر من بني فلان، ونحن أعد من بني فلان، وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم،
والصحيح أن المراد بقوله زرتم المقابر أي صرتم إليها ودفنتم فيها، كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأعراب يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال قلت طهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، قال فنعم إذن. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني أخبرنا حكام بن سالم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال عن زر بن حبيش عن علي قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ورواه الترمذي عن أبي كريب عن حكام بن سالم به وقال غريب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سلمة بن داود العربي حدثنا أبو المليح الرقي عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فلبث هنيهة ثم قال يا ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله. قال أبو محمد يعني أن يرجع إلى منزله أي إلى جنة أو إلى نار. وهكذا ذكر أن بعض الأعراب سمع رجلا يتلو هذه الآية حتى زرتم المقابر فقال بعث اليوم ورب الكعبة، أي إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره. وقوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، قال الحسن البصري هذا وعيد بعد وعيد، وقال الضحاك كلا سوف تعلمون يعني أيها الكفار، ثم كلا سوف تعلمون يعني أيها المؤمنون. وقوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر، ثم قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هذا تفسير الوعيد المتقدم، وهو قوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، توعدهم بهذا الحال وهو رؤية أهل النار التي إذا زفرت زفرة واحدة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال على ما جاء به الأثر المروي في ذلك. وقوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك، ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا زكريا بن يحيى الجزار المقري حدثنا عبد الله بن عيسى أبو خالد الجزار حدثنا يونس بن عبيد عن أكرمة عن ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظهيرة فوجد أبا بكر في المسجد فقال ما أخرجك هذه الساعة، فقال أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله، قال وجاء عمر بن الخطاب فقال ما أخرجك يا ابن الخطاب، قال
أخرجني الذي أخرجكما. قال: فقعد عمر وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهما، ثم قال: هل بكما من قوة تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاما وشرابا وظلا؟ قلنا: نعم. قال: مروا بنا إلى منزل ابن التيهان أبي الهيثم الأنصاري. قال: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا فسلم واستأذن 3 مرات، وأم الهيثم من وراء الباب تسمع الكلام تريد أن يزيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام. فلما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيثم تسعى خلفهم فقالت: يا رسول الله، قد والله سمعت تسليمك ولكن أردت أن تزيدني من سلامك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا. ثم قال: أين أبو الهيثم؟ لا أراه. قالت: يا رسول الله، هو قريب ذهب يستعذب الماء، ادخله فإنه يأتي الساعة إن شاء الله. فبسطت بساطا تحت شجرة فجاء أبو الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهم، فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك يا أبا الهيثم. فقال: يا رسول الله، تأكلون من بثره ومن رطبه ومن تذنوبه. ثم أتاهم بماء فشربوا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه، هذا غريب من هذا الوجه. وقال ابن جرير: حدثني الحسين بن علي الصدائي، حدثنا الوليد بن القاسم عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما أبو بكر وعمر جالسان إذ جاءهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكما هاهنا؟ قال: والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. قال: والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره. فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار، فاستقبلتهم المرأة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ فقالت: ذهب يستعجب لنا ماء. فجاء صاحبه يحمل قربته فقال: مرحبا، ما زار العباد شيء أفضل من نبي زارني اليوم. فعلق قربته بكرب نخلة وانطلق، فجاءهم بعذق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنت اجتنيت؟ فقال: أحببت أن تكون الذين تختارون على أعينكم. ثم أخذ الشفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم يومئذ فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم. ورواه مسلم من حديث يزيد بن كيسان به، ورواه أبو يعلى وابن ماجة من حديث المكاري عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بكر الصديق به. وقد رواه أهل السنن الأربعة من حديث عبد الملك بن عمرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحو من هذا السياق وهذه القصة. وقال الإمام أحمد: حدثنا شريح، حدثنا حشرج عن أبي نضرة عن أبي عسيب يعني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمرني فدعاني فخرجت إليه،
ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار، فقال لصاحب الحائط أطعم، فجاء بعذق فوضعه فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب وقال لتسألن عن هذا يوم القيامة. قال فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البثر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا رسول الله إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة، قال نعم إلا من ثلاثة: خرقة لف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو جحر يدخل فيه من الحر والقر. تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا عمار سمعت جابر بن عبد الله يقول أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رطبا وشربوا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه. ورواه النسائي من حديث حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن جابر به. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا محمد بن عمرو عن صفوان بن سليم عن محمود بن الربيع قال لما نزلت ألهاكم التكاثر فقرأ حتى بلغ لتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا يا رسول الله عن أي نعيم مسأل؟ وإنما هما الأسودان الماء والتمر، وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر، فعن أي نعيم مسأل؟ قال أما إن ذلك سيكون. وقال أحمد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه عن عمه قال كنا في مجلس فطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس، قال أجل، قال ثم خاض الناس في ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. رواه ابن مادة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن عبد الله بن سليمان به. وقال الترمذي حدثنا عمرو بن حميد حدثنا شبابة عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب الأشعري قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يعني يوم القيامة العبد من النعيم أن يقال له ألم يصح لك بدنك ونرك من الماء البارد. تفرد به الترمذي. ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء بن زبير به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن يحيى بن حاطب عن عبد الله بن الزبير قال قال الزبير لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا يا رسول الله لأي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان التمر والماء، قال إن ذلك سيكون. وكذا رواه الترمذي وابن ماجة من حديث سفيان هو ابن عيينة به، ورواه أحمد عنه. وقال الترمذي حسن. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني حدثنا حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن أكرمة قال لما أنزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم،
قالت الصحابة: يا رسول الله، وأي نعيم نحن فيه، وإنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم: أليس تحتذون النعال وتشربون الماء البارد؟ فهذا من النعيم. آخر تفسير سورة التكاثر، ولله الحمد والمنة. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.